المشكل اللي كاين هي الدار هذه شراها اسبانيولي، شراها بالعمر، هذا شي 15 عام باش شراها بالعمر، ثلاثة سكان. أنا عندي 50 عام والناس اللي معايا عندهم 40 عام ساكنين هنايا. دعانا باش نخرجوا، راه حنايا ربحنا الدعوة، مشينا عنده على الإصلاحات، حنا بغي أنا بغيت نصلح داري، مشيت عنده قلت له بغيت نصلح، قال لي متحادي ليش داري. بقينا هيداك حتى داز ملي طاحت الدار هذه، الدار ديالنا تفرعت. ملي مشينا عنده قلنا له شوف راه الدار طاحت والدار تهدمت كاملة، شنو الحال داد الشيء هذا؟ قال لك ملف عندي في العمالة ما بغاوش يعطيوه لي، ما بغاو يعطيوني الإصلاح، ما بغاو يعطيوني نطيحة ونعاودة. إيوا ملي ما بغاو لكش حنا نبقاو نموتوا في عام شيو. المره اللي معايا مشات عند بنتها، والجاره اخرى مشات عند خاها. انا كنبغي نفتش الكرا، كندور على الكرا كنجبر 250، اغلبيه الكرا حنا في طنجره عندنا صعيبه نجبرو، كاغلبيه كيكريوني بنات ما كيبغيوليش العائله صغيره. كجبر بيت وكوزينه وطواليت مشروك، حنايا بزاف بينا في عام نمشي. يلا الدار البارح الدار طاحت على الناس، الراجل مات وشني، جا المقدم شافها، جاو مهندسين من العماله شافوها، مشاو هادوك هزو سيمانه، جاو اخرين كيدخلوا يدوروا ويشوفوا كيقولوا لي شريفه انت حمقه كتنعس ولادك في هذا الدار، هادشي خطر. ملي خطر في عين نمشي. هذا المشكل 5 سنين طاحت الدار هادي، 5 سنين. اما باش الدار شراها اسبانيولي هادي 15 عام باش شراها اسبانيولي وشراها بالعمر، اما 5 سنين وحنا في مشاكل معاه على هاد الاصلاحات وما كيبغيش يصلح. حنايا نصلحو ما بغاش يصلح، انتينا ما بغاش. واحد النهار مشيت عنده قال لي انا كنتناها طيح ونديها. ايوا كيفاش غطيح وديها؟ تنموت انا وتجي تديها؟ انا خصني المسؤولين، ولا كان من مسؤولين من حقها اسبانيولي هو يصلح يوقفوا معانا، ولا كانت الدوله خصها تصلحنا توقف معانا، ما تخليناش تطيح علينا الدار. واش حتى نموتوا؟ ملي نموتوا عادي بقاو ماشي مسؤولين؟ ها في غنمشيو، اللي ماشي اللي غنخرجوا مشيو عند اسبانيولي هضروا معايا، كنتوما الدوله هضروا معاه، قولوا له راه الناس في الخطر وانت الملك ديالك وشوف شحال تعمل مع الناس، وقفوا معانا اللي حنا مسلمين ديالكم مولا، وقفوا معانا. لا ما كيوقفوش، كيجيو يشوفوا يمشيو بحالهم، كيقولوا لنا صافي جمعوا حوايجكم خصكم تخرجوا الدار خطر. يعني نمشي الحل اللي كاين هو انا من القايطون في بامارسا هنايا في الواجهه هاد المدينه، وندي ولادي ونسكن تمايا حتى نشوف شنو يعملوا معايا. اما باش نبقى الدار كطيح، الدار كطيح، رانا الشتا كطيح كتقطر علينا كل نهار. البارح عيط السيده قلت لها شي حاجه طاحت لك من الدار، ملي جات جبرت السقف الكوزينه طاح. غنبقاو دائما مهددين هيدا الحال، خصنا الحل، الحل لهادشي هذا. باقي ما جبرناش هاد اللغز هذا، باقي ما عرفناش ما بين العمالة والنصراني ما فهمناش. واش كيتناو الدار طيح علينا باش يعطيوها لنا اسبانيولي؟ واش ما عرفنا؟ واش كيتناونا حتى نموتوا؟ ما عرفناش شنو هاد المشكل هذا، راه 5 سنين وحنا معذبين مع هذا الراجل 5 سنين. هادي اسبانيولي، اسبانيولي شرا الدار عامره، واش فين ما يجيش نصراني يشري ملك مسلمين ويخرج المغاربه اللي ساكنين فيها؟ لا ما بغيناش حنا نوصلوا تانا الاستعمار كيتسمى، نشري الدار بالعمر والناس قدامين 50 عام خرجهم. شنو الفوضى هذه؟ شريتي الدار بالعمر تفاهم مع موالينا، عطي لهم يخرجوا ولا شوف الحل اللي كاين اللي معانا. الحل بغينا الحل مع اسبانيولي ومع الدوله يعملوا معانا الحل، راه حنايا في الخطر. انا عندي 3 بنيتات صغيره كتقيل تجري في الدار، ما يمكنليش نحبس نقول لها جلس، يلا كتجري حتى النهار اللي عطيح علينا شي حاجه. شني ما فهمناش هادشي هذا، خايره 5 سنين حنا معذبين، تنعس ما كنعشي، اقسم بالله ملي كطيح الشتا كنقول لولادي ناعسين نبقى انا فايقه عندك تهود علينا بعدا ينوضوا، واش عم دائما هيدا فايقه؟ شني هو الحل؟ المسؤولين انا كنهضر معاكم، الله يرحم باباكم، وقفوا معانا، وقفوا معانا، راه الدار كطيح حنايا في الخطر، وقفوا معانا. ولا كان اسبانيولي هو مسؤول على هادشي هذا هضروا، وقفوا معانا وعيطوا له شوفوا الحال دهادشي. ولا كان نتوما مسؤولين علينا راه وقفوا وشوفوا الحال دهادشي هذا، نوضوا صلحوا لنا الدار، شوفوا شني كاين، راه الكرا في طنجه ما كاينشي، راه ما كاين بعد. واش انا غنشوف بالماندا ونخلص انا الكرا ونبقى نشوف بالترونسبور خلي ولادي بالجوع؟ وقفوا معنا المسؤولين، وقفوا معنا في هذا المشكل هذا، راه 5 سنين حنايا هيدا، وكل واحد في راسو، في راسو القايد، في راسو المقدم، في راسو كاملين بيهم في راسهم هاد القضيه، وكاملين كيدخلوا ويطلوا ويشوفوا ويمشيو في حالهم. حق شي حل ما كاينش، كاين شي حل لهادشي هذا.